يتواصل الاقبال على تلقي التطعيمات المضاده لفيروس كورونا في اطار الحمله الوطنيه للتطعيم حيث اعلنت وزاره الصحه ان عدد متلقي الجرعه الاولى من التطعيمات المضاده لفيروس كورونا بلغ مليونا ومائه وثمانيه وتسعين الفا وسبعمائه وسبعه وسبعين شخصا فيما تجاوز عدد من تلقى الجرعه الثانيه مليونا ومائه واثنين وسبعين الفا وتسعمائه وخمسين شخصا هذا ووصل عدد من حصلوا على الجرعه التنشيطيه الى 794.760 الفا شخصا